معاكي يا اتفضلي. منورة مصر وحبيبتي ومنورة دريم ومنورة حياتنا، وأنا من الناس اللي اتعاملت معاكي شخصيا، وطبعا أحلام الفنانة مش محتاجة أن أنا أتكلم عنها، ولكن أنا ممكن أتكلم عن أحلام الإنسانة يا حبيبتي اللي أنا انت. اتعاملت معاها عن قريب، وعرفت قد إيه هي عندها قلب طفل بريء وشخصية محبوبة وبتحب الناس وبتحب كل الناس. انا عن اتعاملت معاها نفسي في المسابقة. صحيح، في عرب ايدل. اتعاملت معاها في عرب ايدل، وشخصيه من ارقى الشخصيات اللي اتعاملت معاها، يا حبيبتي وبجد بجد عايزه اقول ان هي ليها فضل كبير عليا بعد ربنا طبعا، ووقوفها جنبي ومساندتها ليا كانت سبب من ضمن الاسباب اللي قربتني من الناس، وكانت دافع ليا ان انا اكون عندي ثقه في نفسي اني اقدم احسن ما عندي للناس. وانا مبسوطه جدا 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 ان هي مشرفه مصر، واهل مصر بيحبوكي زي ما انتي بتحبيهم، يا حبيبتي. ويعني حفله موفقه بكره، ولفته جميله منك وحضيف للفرقه دي وللكورال ده كتير، واتمنى كل النجوم الكبار اللي في قامه حضرتك يعملوا زيك زي ما انتي بتعملي. شكرا يا حبيبتي. وما يكونش بس الهدف ان يكون فن الفنان، لازم يكون عنده اخلاق، وحضرتك تتميزي بالاخلاق. شكرا، الله يسعدك يا ايناس حبيبتي. انت فاكره ايناس من المسابقه؟ من اهم الاصوات، ودي الوحيده اللي بكتني في عرب ايدل. دي بكتني لما فعلا. لما طلعت انت ما كنتش عايزاها تطلع؟ لا، انا ما كنتش عايزاها تطلع، ويوم يعني التصويت ما خدمها للاسف، طلعت. انا بكيت بكى يوميها، زعلانه لاني كنت بشوف قدامي مطربه وفنانه كانت تقدر توصل انها تاخذ مركز اول. وكانت لهذا انت يعني ده يكفيك الشهاده دي يا ناس، اهم من الشهاده دي تاج على راسي، وانا الشهاده دي بتعني لي ان انا اخذت اللقب بجد حبيبتي. بكيتي فعلا انه ايناس يعني الصوت الحلو وتبقي زعلانه طبعا، وانت شايفه ان هذه المسابقات احيانا تدهس بعض الاصوات الحلوه يعني. طبعا، لانه تصويت الجمهور بعض الاحيان للاسف ممكن ما يخدم اللي اصواتهم حلوه، ونحن ما تكون في ايدنا شيء، لانه نحن بنكون معتمدين، يعني احنا بننقي الاصوات وبعدين الجمهور هو اللي بياخذ. للاسف الشديد ما كان لنا اي دورنا نقدر نخليها تستمر. ايناس الف